يوم ان يخطئ محمد مرسي يوم ان يخطئ محمد مرسي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه يوم ان يخطئ ستجد صفوه حجازي اول من يعارضه انا لم اقبل يد فاسق ولا يد ظالم ولا يد متجبر ولا يد واحد ليه عنده مصلحه ولا يد واحد انا عاوز منه منصب ولا جاه بالمناسبه يوم ان اعلنت نتيجه رئيس الجمهوريه انتهت علاقتي بالدكتور محمد مرسي كعلاقه شخصيه. انا اخر مره قابلت الدكتور محمد مرسي يوم السبت يوم, الأح يوم السبت قبل اعلان النتيجه، نتيجة اعلنت يوم الاحد اخر مره قابلته يوم السبت. قلت له سياده الرئيس يعني لن اتصل بحضرتك ولن اتي لاقف على بابك.